في هذا الفيديو غنبارطاجي معكم انا وكوثر السفر ديالنا لامستردام. اول حاجه مشينا للهوبت بانهوف اللي في كولن باش ناخذ اول تران. بدات الرحله ديالنا من كولن، مشينا لدوزلدورف كثاني محطه، ومن بعد وصلنا لاغنهايم. هادشي كامل حتى لاغنهايم ما خلصنا فيه والو حيت كانت عندنا الدويتشيك، ولكن في اغنهايم خلصنا 20 اورو باش نمشيو لامستردام. المهم حنا دابا في اغنهايم وغادي شحال مره سولتها كوثر باش نقولها هي هذيك اغنهايم ياك اغنهايم نمشيو لامستردام. ملي وصلنا لامستردام صراحه وصلنا عيانين، ما قدرناش ندورو، ومشينا عند العائله شفناهم، تحتنا معاهم شويه، دوزنا شويه الاوقات العائليه، ومخرجنا حتى للغد ليه. يامين وحده تبارك الله تبارك الله. وصلنا عايشين هنا غدا سالته، ما وصلنا نعسنا، دوزنا اجواء عائليه، تحتتنا شويه باش علاش مصوره لكم شي حاجه. ودابا غادي نمشيو لامستردام. احنا في امستردام اصلا كنهضرو في السنترال. صراحة البلاصة زوينة. حنا فين الله أعلم شنو كاين هنا. واه شوف هذا شنو كيدير، اش كيدير هذا؟ شوف هاد القطة كيفاش دايرة. هما صراحة معروفين بالبطاطا وبالوافلز. شوفي هنا قال لك كاع ما كيخلصوا، كاع ما كاين الفلوس. والله كله فيه، بس انت هذا مثلا فيه حلوف، فيه هذا فيه حلوف، الا تطلبوا غير ممكن تطلبيه من غير اللحم. ممكن بطاطا مع صوص او شيء؟ اه ومع مع شويه فرماج. كله ما في مشكلة. نعم. هذا شنو؟ شكرا. ولكن راه قال لك ماشي حلال، ماشي حلال. صافي ناخذ سبايسي مايونيز. المنظر فوق حسن من هنا. بصحتكم بصحتكم يا حباب وحبابات سلمى. خلي قليل يفتاز، خلي قليل. ماي ماي تيكا ماكس نشوف شنو فيها، واش بحال ديال صح صراحة عامرة. شوف جنان كيبان لي تاعو. واو 30 اور، ولكن هذا زوين، ترى اخر زوين. شوفوا هذه فنة كوزة زوين. اه جوي
ميكسيكو ديزني كما شوف هذه شحال كيوت. انا لقيت هذه خاصني ما تقيبش ترجعي. نعم قيت واخيرا هولندا في المانيا ما كاينش. عرفتي شحال قلبنا على السليلاك؟ بلاتي هذا حليب. هاو سليلاك نقغ ماما نقغ ضدك قاعد. صراحه بارده. لا شي حاجه قديمه هذه وبنوا فوق منا فهمتي وخلاو ليها الديزاين ديالها زعما قديم داك الشبان اتاري ستاربكس الشاكي كتبان قديمه غريبه هاد ستاربكس عندهم كلشي فيه واحد اللمسه غريبه ياكي كلشي هنا في شويه البرد هنا شحال الدرجه 33 عارفه منين المانيا كبيره وهادو في الطوبيس فاش كتطلع كتخلص 3 اورو في 40 وكتاخذ هاد لي تيكي وكتفاليديهم هذا باش كتري ومني كتبغي تهبر عاوتاني كتفاليديهم باش تحل لك الباب وتهبط. الله وصلنا ونمشيو نعسو عاوتاني. انا كنوصل كنمشيو ندورو كنجيو نعسو كنعاودو نخرجو. المهم النهار الثالث قلنا انا وكوثر حكا اليوم صافي غنمشيو في حالنا جينا بدلنا البروغرام كامل مشينا حطينا الباكاج في واحد البلاصه. الله الريحه ديال البحر. شوفوا هادي قال لك كتحسب الدقائق دابا نيت 3 دايرين هذا هنا و 50 دقيقه دايرين هذاك تما عشي غزاله. واو هيك صح عيال ماما
كنا صغيرات. هاتو مينيستو شحال هذا وانا كنقلب عليها. المانيا بعدا ما فيهاش، المهم حدايا بعدا ما كايناش. واو كوتو كوتو مينيستو ديما في هذاك الشيء كيوت ضروري غناخد شي لون. وهنا صراحة كانت واحد الصدفة زوينة، تلاقيت مع هاد المصور اللي كيدير واحد الكونتوني زوين بزاف في انستغرام، كيصور الناس على غفلة وكيوريك الصورة ديالك، كيشوف الغياكسيون وكيقول لك زعما واش نقدر نصورك زعما شي تصاور، وكيصور الغياكسيون وكلشي. في دقيقة سبحان الله تقلب الجو كامل. والبارح يلا خرجنا البارح شحال كانت الدرجة البارح؟ شحال 32 هناك 32 كانت وكان الصعد ودي السبب باش خرجنا اليوم كانت الشمس ودابا سبحانك يا جليل. جلسنا نسمعوا البرق شو الناس كيجري كلشي كيجري اه يا ربي السلام. عرفتي افتكرت واحد الميت بالروج الخوافة بالصبح تيطرع هذي شوفوا الجو كي ولا المهم عطاونا هادو بحال الجيليات نلبسوهم باش نخرجو. الدراري الصغار كلشي تخلع شنو هادي دابا من بعد توصل كتقول يا ربي تمشي شتي الخبار باقا فميك تها غتشوفو غتشوفو أمستردام مرحباش بيا وصافي.
فاش كان كلشي كيجري. واه لا حاله. شوف ماشي مشكل اليوم خرج حطينا هنا الباكاج باش فينا درنا وداكشي ودابا جينا ناخذو باش نمشيو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. صراحه امستردام واحد البلاصه اللي زوينه بزاف، كنتمنى نرجع لها مره اخرى. ومتنساوش تخليو ليا لايك. باي باي.